تحياتنا الصباحية لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا مباشرة على الهواء ضمن برنامجنا الصباحي نور جديد عبر فضائية نور الشرق وعبر البث الإلكتروني المباشر www.nursat.tv. مشاهدينا العد العكسي قد بدأ طبعا لاستقبال ولادة المخلص، ولكن هالولادة هيدي السنة اجت شوي مغموسة بغصة وألم، خصوصا بعد ما أصاب إخوتنا الأقباط الأرثوذكس في حرم الكاتدرائية المرقسية في القاهرة. شفنا كلنا وشاهدنا عبر شاشات التلفزي التفجير الذي حصل طبعا عند أقدام أحد الشبان المرتبطين بالجهات الإسلامية المتطرفة ويدعى محمود شفيق عمره 22 سنة، يلي حاول أنه يهدد الوحدة الوطنية في مصر وأيضا يضيق على المسيحيين ويرهبهم من خلال هيدا التفجير. ولكن اليوم صوتنا وصوت كل مواطن شريف بهيدا الشرق منوصل لهم لكل هالجهات الإسلامية المتطرفة أنه يد الغدر ما ممكن تقوى على اقتلاع المسيحيين من أرضهم، من أرض أبائهم وأجدادهم. ومنأكد لكل الناس يلي بيقولوا اليوم أن المسيحيين هني أقلية، لا، نحن منا أقلية، نحن أساس هيدا الشرق. مشاهدينا قبل ما نحكي شوي عن العراق الجريح يلي له 3 سنين عم ينزف وعم يرزح تحت وطأة الألم، التهجير، الدمار، الخطف والترهيب، ورغم أنه تحرير بعض البلدات إن كان بالموصل أو بنينوى، ولكن هذا لا يكفي لعودة المسيحيين إلى ديارهم طالما ما عنا ضمانات دولية وطالما ما عنا ما يثبت بأنه نحن بقائنا رح يكون مستقر وبيكون ممكن يكون عنا كمان أمن وأمان. ولكن لبنان أيضا مشاهدينا عم يتحضر لولادة المخلص، شفنا الزينة عم تجول بكل المناطق اللبنانية، شفنا إضاءة لأشجار ميلادية كتير ضخمة وكبيرة ولمغاور ميلادية طبعا رائعة بالزينة وبالتحضير وبالطابع التقليدي التراثي. من ضمن طبعا شجرة ومغارة الميلاد كان عندنا جولة على منطقة صغرتا، وكمان رصدت كاميرا نور الشرق وتيلي لومير ونورسات إضاءة شجرة الميلاد في صغرتا اللي رح نشوفها تباعا نحن وياكم على الشاشة بهيدا الريبورتاج. مع حلول شهر الميلاد المجيد، ميلاد السلام والأمل، حتى يحل الفرح راسما ملامحه في ساحات المناطق اللبنانية حيث تطوف فيها زينة الأشجار وتوابعها متراقصة تحت نجوم لياليها. شجرة الميلاد على ضفاف بحيرة بنشعي هي واحدة من الأشجار الميلادية التي تبوأت المراكز العالمية بفكرتها المميزة وإضاءتها وجمال زينتها الميلادية. وعلى وقع الأناشيد الميلادية ارتفعت شجرة الميلاد في بنشعي إلى 23 مترا بقطر 13 مترا وتجمع بين التقليد والتجديد. افتتحتها جمعية الميدان برئاسة ريما فرنجية بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صغرتا، وهي تقليد سنوي بدأ في العام 2012. تطرز شجرة الميلاد عبارات وكلمات تحفز على الأمل والسعادة وتدعو إلى التأمل والعودة إلى الذات والغفران والمحبة. كاميرات لوميير ونورسات واكبت وقائع هذا الحدث الميلادي وخرجت بحصيلة من الحوارات التي شددت على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وشجرة الميلاد المميزة السنة مثل ما لك شايف والعالم، سنة الشجرة بتتميز بألوانها وبشكلها عن السنة الماضية. السنة الماضية نحن أحازت الشجرة على المرتبة السادسة عالميا، وإن شاء الله السنة لنشوف هالأجواء وهالجمال الموجود يعني. وإن شاء الله بيكون عيد مبارك وعيد وسنة مباركة على الجميع، والله يعطيكم ألف عافية. مثل كل سنة معودين إنه العيد ببنشعي بيكون كتير حلو وعطول منجي والولاد اكيد كتير مبسوطين. اليوم كان عن جد شيء كتير سبيسيال، وبندعي كل اللبنانيه يجوا على بنشعي ويشوفوا الزينه الحلوه والاجواء العيد الكتير حلوه. اكيد كل سنه بيجددوا السبان وهالسنه كان كتير حلو، ويعني انه على شكل مناج ويعني كتير مبسوط كتير حلو. شو بتحب اكثر شيء؟ قول السبان. سبان سبان مناج جاي نويل بابا نويل quand tu descendras du ciel avec des cadeaux par milliers mais avant
تابع هيدا المهرجان تابع بيئي ضمن خطة كمان جمعية الميدان اللي هو دورها دور دور بيهدف إلى إعادة تدوير النفايات خاصة بهيدي الفترة لأنه بيكون في كتير من وراء الكادويات الكراتين الألعاب وإلى آخره من القصص اللي بيتم إعادة تدويرها بالإضافة إلى البطاريات. كمان هيدا الحدث تبع البيئي هو بالتعاون مع اتحاد بلدية يعني أمام براءة الطفولة مشاهدينا بيعجز اللسان عن رصف أي كلمة. مشاهدينا كمان مثل ما عودناكم بزمن الميلاد لابد أن يكون إنا وقفة يعني بما يسمى ميلاد الشرق. ميلاد الشرق يلي هو ميلاد سوريا الأليمة، ميلاد العراق الجريح، ميلاد كل أي بلد بهيدا الشرق الأوسط يلي عم يرزح اليوم تحت وطأة الألم. اليوم رح نستعيد، كلنا بنعرف أن العراق صار له 3 سنين عم يتألم، وبنعرف قد ايه عائلاته نزحت من بلدات لبلدات، إن كان من داخل الدولة العراقية أو إن كان من العراق لكردستان ومن كردستان إلى لبنان وسائر الدول. اليوم لابد أنه نرجع هيك نسمع شهادات حياة من ناس عاشوا هيدي التجربة القاسية ويمكن بعدهم عم بيعيشوا الظروف القاسية وإن كانوا عم بيعيشوا يعني كمان نوع من الاستقرار الأمني بلبنان، ولكن بيوتهم خسروها، هيدي أرضهم خسروها، جيرانهم، الناس يلي عاشوا معهم كلهم هدول خسروهم. ما بيكفي أن احنا نعيش بأمان لأنه ما فينا نعيش لحالنا بهيدا الشرق، حتى لو كنا عند ناس عاملين كل شيء في احتضان دافئ وكل شيء في من مستلزمات ومساندات إن كانت مادية أو معنوية، ولكن هيدا لا يكفي. هناك سؤال عريض بيطرح نفس اليوم، مستقبل المسيحيين لوين؟ نحن أمام مسألة وأشكالية كتير كبيرة، إما حضورنا بهيدا الشرق أو عدم حضورنا. اليوم بصرنا أنه نستضيف الأب أرمين هاغوبيان يلي هو مثل ما بيسموه بعد مرحلة التهجير راعي الكنيسة المهجرة للسوريين والعراقيين في كنيسة الناصرة، وأيضا خادم مع جمعية أوريزون للعناية بالمهجرين. هيك أبونا؟ أوريزون بالفرنسي. أوريزون. أوكي أبونا صباح الخير. صباح الخير. كمان معنا عقيلته الخورية زينة هاكوبيان يلي كمان اليوم حضرتك خدمة مدارس الأحد، كمان بتحتفلي مع المهجرين وكمان بترتلي مع جوقة الكنيسة. صباح الخير. صباح النور. أنا بدي أوجهكم تحية أول شيء لصمودكم بهيدا الشرق. صحيح يمكن نزحتوا من العراق للبنان، ولكن ما فكرتوا تتغربوا على دول أوروبية لأنه يمكن عندكم الأمل بالعودة. أبونا يا ريت شوي بتضعنا بهيك بنبذة موجزة، كيف تهجرتوا وما هي الظروف التي رافقت عملية التهجير؟ بلش الموضوع أنه طبيعي كرجل دين بنبلش أنه طبعاً نساعد المهجرين يلي جايين لألنا، لأنه أنا مهجر من منطقة تعتبر أمينة جداً في العراق. نعم. فكل المهجرين يلي حكيتي عنهم اللي هن من الموصل من سهل نينوى وكل اللي حواليها وكمان من شمال بغداد وغرب بغداد، الكل كانوا أو قسم كبير منهم بيتهجروا لمنطقة دهوك وأربيل والأماكن الأمينة أكثر أمانة. فأنا أصلا خدمتي كانت يعني حتى قبل ما أجي للبنان بالأصل بلشت مع المهجرين، يعني بلشت أخدم الكنيسة المحلية لسنوات، لكن وكأنه دائما الرب يخليني في مكان أنه أستقبل مهجرين. فوجودي في دهوك كان دعم كبير كمان طبعا بمعونة الرب للمهجرين يلي في داخل القطر، لكن الرب سمح وطبعا المشيئة الإلهية فوق كل شيء أنه أنا نفسي أدخل في مشكلة. يمكن ما بحكي تفاصيلها لأنه أنا حكيت المنطقة أمينة، لكنه المشكلة كانت شخصية بحتة معي أنا وطبعا من الناس اللي حوالي وممكن يكونوا حتى من الناس يلي أنا ساعدهم، لكن شكرا للرب اللي علمنا أنه نحب حتى أعدائنا. فيلي يولد في هذه الأيام يلي الملائكة حكت عن ميلاده أنه ميلاده مسرة وميلاده محبة، فأكيد فينا في هالصباح المبارك نوجه تحية لكل من حتى وإن كانوا أساءوا أو قبلونا أو لم يقبلونا، بنقول للكل ميلاد مجيد، والرب يسوع جاء لكل العالم وجاء لكل من ممكن حتى يلي ما بيحبوا، دليل كلامي على الصليب ولو نحن في الميلاد لكنه على الصليب قال
اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فرسالتنا في هالصباح رسالة غفران، رسالة محبة، رسالة فيها نقول لكل شخص إذا كان في لبنان أو في كل أرجاء المعمورة يلي بيسمعوا لهالقناة المباركة، بحكي لهم أنه ميلاد مجيد ويسوع جاء كرمالكم، كرمال خلاصكم، ونحن المسيحيين بنحمل هالسلام وبنحمل هالمحبة حتى نحكي لكم أنه الرب بيحبكم، والرب وبنصلي لكم أنه الرب يبارك حياتكم. نعم خوري، بعرف أنه ملابسات التهجير كانت شوي قاسية لأنه تم تهديدكم بابنكم الوحيد. أنا نحكي بصراحة اليوم يمكن الأولاد بيحرقوا القلب خصوصا لما بيصير التهديد عليهم. يعني كنا تحت الهواء عم تخبريني وكنت وشفت الدمعة بعينك. أنا بتمنى اليوم تروي هيدي شهادات الحياة عبر فضائية نور الشرق. كيف قدرتي خلصتي هالصبي وكيف قدرتوا هيك كمان وصلتوا على لبنان؟ بداية كلامي إنه أشكركم من استضافتنا بهذا اللقاء. كان كتير يعني صعب إنه نترك بيتنا وكنيستنا، بس يعني إنه ابني كان أغلى من كل إشي طبعا، وإنه ابني جاب بمعجزة بعد 8 سنين يعني. فلما تهدد القسيس بابني فكان صعب إنه لازم نطلع يعني نعوف كل إشي ونطلع. نعم. فقررنا إنه نطلع ونجي لبيروت. نشكر رب من أجل بيروت استضافتنا يعني، وخدمنا بالكنيسة مع قسيس أندرو كنيسة الناصري، وكمان مع الأطفال المهجرين السوريين والعراقيين، لأن أنا كنت أصلاً بدهور كانت خدمتي مع الأطفال الأحدية، وكتير شفت فرق لما تركت من الأطفال. قالوا لي إنه ست زينة حتروحي وحتعوفينا يتامى يعني من غير أم يعني تراقينا. فكان صعب علي إنه أتركهم، بس إلهنا إله ترتيب وإلهنا إله المعجزات، فرتب إنه طلعنا. رغم إنه أنا قبل كم أشهر يعني كنت فاقدة بي يمين كمان توفى، ولا صارت هذا التهديد للقسيس، فعرفنا كل إشي وطلعنا وجينا لبيروت. لكن نقول إنه إلهنا صالح وإلهنا عظيم اللي يرتب كل إشي حسب مشيئته هو. نعم خوري، في هيك سؤال عفوا بحب اساله، يعني ابنك اكيد عرف بهيدا التهديد لانه بنعرف الاطفال السوريه والاطفال العراقيين يعني هلا لما بتروح تعمل معهم لقاءات، انا لما شفتهم باربيل فت لعندهم على المخيمات بيقعدوا بيحكوا لك عن داعش. صح. ما يسمى تنظيم داعش كيف فات على بيوتهم. لا انه بغض النظر عن ملابسات التهجير المختلفه يعني مع غيركم، بس انه بيعرف بهيدا التهديد، بيعرف انه اهله سارعوا واجوا على لبنان لانه كان واصل التهديد له. هو سالنا انه ماما وبابا ليه بتطلعوني يعني وتعوفوني وتخلوني اترك مدرستي واصحابي ورفقاتي يعني هون واهله، يعني كان متعلق كثير بامي لان هي ربته. نعم. وكانت هي بيتها حد بيتنا يعني، فكتير متعلق بنانته يعني كثير. فحكينا له انه الهنا هو هيك بده يعني، ما حكينا له شو القصه يعني. لما وصلنا لبيروت بلش اول يوم ويومين انه بيبكي انه كيف تركت يعني التيتا وكيف تركت بيتي وغرفتي والعابي وكل شيء، بلش يحكي وينقهر. فبيو حكى له، قال له حبيبي انا حاحكي لك شو صار ومشانك احنا طلعنا يعني. فحكى له القصه، بلش يبكي، قال يعني انت ضحيتوا مشاني؟ قلنا له ايه، ما عدنا اغلى من عندك يعني، فلازم نضحي فيك. فبلش يبكي وافتهم انه خلص يعني ما بده يرجع بعد للعراق يعني. حلوة يعني المصارحة. صعب كتير يعني. إيه بس كمان صعبة إنه كمان بكرة بس يكبر رح يكون عنده يعني درس هيك حافظه إنه نحن يوما ما تهجرنا من بلدنا لسبب من الأسباب. وجينا هون ودخل بالمدرسة الناصري واستقبلوه كتير استقبال حلو يعني. نشكر رب. وتأقلم مع تلاميذ. كتير تأقلم يعني. حلو. نشكر رب. أبونا إذا هيك بدنا نستذكر 3 سنين من الأزمة بالعراق، يعني نحن هلا بشهر الميلاد، خلينا هيك دائما نعطي البشرى السارة، بنعرف في ألم وفي وجع، ولكن المسيح علمنا الصبر، علمنا لازم يكون عندنا باع طويل. أنا بتذكر هيديك السنة واللي قبلها الظروف اللي مرقوا فيها بالعراق، وصلوا لوقت صاروا يعملوا شجر ومغاور ميلادية بقلب المخيمات. صح. حتى بقلب الطرقات الموحلة يلي كلها تراب يلي ما ممكن يقدر يمشي عليها إنسان. قديه فيك توصف لي الشعب العراقي اليوم؟ قديه شعب مؤمن؟ قديه شعب فعلا متمسك بأرضه رغم قساوة التهجير؟ في كتير ناس، إذا أحكي لك في دهوك بيكونوا يلي الشعب المهجرين، إذا حكينا على المسيحيين بالذات. نعم. الشعب المهجرين بيكونوا كمان مش مثلنا، نحن يمكن لحقنا شوي إنه نرتب أوراقنا، يعني ضلينا شوي في البيت نرتب أوراقنا وإنه كيف نغادر بطريقة يعني تكون الأضرار قليلة. لكن كان في ناس في الموصل يلي فعليا تركوا كل شيء في لحظة في القرى أو في الموصل،
تركوا كل شيء في لحظه كانوا يجوا. شباب كنيستنا كان لهم في توجيه من عندي، وكمان هذا التوجيه ما بيكون من عندي، بيكون من الرب، انه اذا بنحب الاعداء فكيف شعبي. فكانت اول خطوه انه نبلش كيف نستقبلهم. كانوا الشباب الشبيبه البنات والشباب بيستقبلوا، كان عندنا فان بالكنيسه بيطلعوا بالفان وبيستقبلوا العوائل، يمكن مرات باشياء بسيطه، بساندويشات، بأناني ماي، لأنه تخيلوا بيكونوا ماشيين ساعتين وثلاثة العائلة ومعهم أطفال. فكان أول إشي حتى ما يخوروا يقدروا يكملوا الطريق كنا نستقبلهم برات دوك قبل ما يدخلوا يعني لجوا. بعدين جوا بلش يعني داخل دهوك بلشنا طبعا نعينهم اذا كان بالمواد الغذائيه في هالوقت البرد، بالبطانيات، بالدفايات، يعني ما راح تتخيلي. وصلنا لمراحل كنت اعمل موبايل دبليو سيز، انه حتى تخيلي انه بيكونوا ممكن مرات النساء في العراء ما في مكان. صح. كان حتى قبل ما الحكومه ترتب حتى خيم، فالوضع كثير كثير صعب كان حتى قبل الميلاد. لكن شوي شوي تكاتف الكنائس، أنا نفسي قلبي جدا لا طائفي، فرحت تقريبا زرت كل الكنائس، شو بتحتاجوا يا جماعة، كيف فينا نخلي إيد بإيد لأن هالشعب تعبان. وفعليا كنا بنحاول نلحق قد ما بنقدر، لكنه بتحتاج لإمكانية حكومات حتى تقدر تسدي هذا الموجود، صعب جدا. أول ميلاد ما بخفي عليكي أنه قضينا بالبكي في الكنيسة، يلي كانوا بيجوا بتعرفي انه هول الناس من غير بيوت وين تاخديهم. فكنا عملنا شجرة الزينة وعملنا الميلاد والأفراح، بس ما فينا فعلا نفرح. يعني هو وقت الفرح من جوا، بدك تحتفلي بميلاد يسوع، بميلاد المخلص، بميلاد السلام، لكن في نفس الوقت بتطلعي بناس شو هالحالة، شو رح تعملي، وخاصة لما تشعري نفسك مكبلة وما فيك تعملي أكتر من يلي بتعملي. قد ما بتقدمي تشعري حالك انه مش قادرة، ما في. فبتعرفي انه هلا بالكنيسة هن بأمان، ممكن يرجعوا لبيوتهم. لما كنت ازور الناس او زينة مع فريق الخدام، لما كنا نزورهم يا خيم يا بيكونوا ساكنين في بنايات مش كملانة، ما فيها شبابيك، وانت قلتي زرتي دهوك بتعرفي شو البرد هناك. صحيح. فكنا قد ما نودي بطانيات، قد ما نودي الدفايات، كنا مش قادرين ندفيهم، مش قادرين نطعميهم، مش قادرين، يعني قد ما بتعطي بتشعري بعجز. حتى دهوك ابونا كمان حس المؤسسات يعني اللي بتعود بالنفع العام على المواطن كمان شوي بعيده عنا، يعني في نقص كتير بكثير قصص. بالضبط. كثير بعيده. فوصلنا لمرحله بالكنيسه انه ممكن مرات بيكون غلط، لكنه شبه صرنا نهمل الخدمه الداخليه، لانه شفنا يعني ما فينا نصلي وفي ناس بردانه وجوعانه ومن غير مأوى ومن غير. ففعليا التوجيه كان انه كل الشباب، النساء وحتى الاطفال. يعني اذا احكي لك قصه، انه كان عندنا اطفال بيصوموا عن الطعام نهائيا وبيصلوا وبيركعوا، عندي صور يا ريت كنت جبتها معي، الاطفال راكعين وبيصوموا كرمال المهجرين وكرمال الناس يلي ما لهم بيوت. لانه مرات بتفقدي انه ما فيكي تعملي شيء، ما عندك غير الصلاة وما عندك غير الصوم، وغير نتوجه لرئيس السلام يا رب اعمل حل، لأنه أنت بيديك مكتوب مقاصير الأرض ملؤها وخزائنها. ففعليا الرب كان مميزنا، لما نصلي وبنقول ما بنقدر، الرب كان مميزنا أنه بيبعت مصادر، بيبعت ناس ما بنعرف من وين. بدكم مساعدة؟ ايه نعم. فالشباب كمان عندي صور، يعني إذا شاء الرب ومرة تانية تقابلنا أجيب معاي صور، في عندي صور في هيك ليالي بالميلاد، الشبيبة معاي ومع زينة والنساء وقسم من أطفالنا كمان معهم، سامو يلي هو ابني سامويل اسمه، معهم عم نكيس الساعة 1:30 بالليل في البرد برا كرمال تاني يوم نوصل أكل للأطفال. هيدي الكنيسة أبونا علمتنا الخدمة لخدم الآخر، خصوصا بهيدي الظروف صعبة. يعني الكنيسة هي البيت، هي بيتنا، يعني بالنهاية هي سقفنا اللي نحن بنلجأ له. خورية، بعرف انه الظروف قاسية على السيدات، يعني في عائلات تفككت. يعني بدي احكي لك بصراحة، من خلال اللقاءات الميدانية على الأرض عملت لقاءات حتى مع الشباب والصبايا، حتى مع ناس يعني مع سيدات متزوجات، صار في حالات طلاق من وراء الهجرة.
صح. من وراء هالظروف الصعبة صار في مشاكل ضمن العيلة الوحدة، ضمن الأسرة الوحدة، بسبب الفقر، بسبب التهجير، عدم الاستقرار. صح. انت اليوم كامرأة نموذج، اليوم قدرتي تركتي المكان الخطير وقدرتي كفيتي عيلتك هون بلبنان وحافظتي على هالأسرة، اليوم شو دعوتك لهالسيدات يلي شوي الظروف القاسية خلتهم يمكن شوي تصير عائلاتهم متفككة، شو بتوجهي لهم هيك رسالة بزمن الميلاد حتى لعوائل الشهداء؟ نعرف قديش راح شهداء بالحرب العراقية، انه يتحملوا كيف تحمل المسيح على الصليب، كمان احنا لازم نتحمل كل شيء، يعني رغم الضغوطات ورغم الاشياء اللي نفقدها قد ما تكون غالية بس مش اغلى من يسوع يعني. نعم صح. يعني اشجع كل النساء انه يحافظوا على بيوتهم، انه ما من اول صدمه او من اول تجربه يقعوا فيها راسا ينهاروا، لا بالعكس، انه ما انه نتحمل الصعوبات والمشاكل اللي تجينا، اكيد وراها حيكون فرج لان الهنا اله تعويضات. بس هن بيقولوا لك نحن لامتى بدنا نبقى هيك؟ ايه بيحكوا هيك بس نشجعهم، لان انا وحده من الناس كثير جوينا بنات مغتصبات كانوا جايين لدهوك، وكنا بنشجعهم قد ما تكون البنت مغتصبه تكون حالتها قد ايه تكون يعني اخذت دوره عن الصدمه، بس قد ما فيك انه تسمعي لها وتحكي معاها بتبكي وبتحكي لك، يعني يمكن اول لقاء ما كانت بتحكي لك كل شيء، بس فرجيتها انه احبها انا وانا بدي احبك وبدي اسمعك وبدي اعتني فيكي وباخذها شيء مشوار معي هيك شيء، بعدين بلشت هي شوي شوي ترتاح لي، قالت لي ليه انت جيتي بتحكي معي هيك شيء، انت ما بتعرفيني، قلت لها بس يسوع يعلمنا انه نحب اقرب الناس يعني لنا، ولازم احنا نوريك نفرجيكي محبه، هيك علمنا المسيح، وبلشوا يجوا عندنا للكنيسه، صدقيني حكى القسيس انه على الكريسماس جت عندنا منظمه كانوا طلبوا صلاه باثناء التسبيح، وقفوا التسبيح القسيس وطلب، قال له انا حسيت انه الرب موجود بهذا المكان، فبدي اطلب من اجل 12 وحده مغتصبه انه الرب يفك اسرهم ويطلعوا. شو صعبه هالحاله، صدقيني راس السنه كانوا المغتصبات جايين حاضرين بالخدمه وبلشوا يبكي، فحكوا لي هم اهل المنظمه انه هذول البنات هاي ال 12 وحده هم هذول المغتصبات، فارجوكم انه تحتضنوهم وتقوهم، فحكيت للقسيس انه هذول البنات اللي صلينا لهم بالعيد اول يوم الكريسماس 2014 براس السنه كانوا حاضرين، بلشوا كل نساء الكنيسه يحضنوا وحده وحده ويحضنوهم ويبكوا معاهم، يعني حلو انه اعطيتوهم امل بالحياه. ايه انه ما تهتموا، يعني ما تعلش في ترنيمه تقول ما تعلش الهم، ربنا موجود رغم كل شيء، الرب موجود. عم تكفي رسالتك هلا بلبنان كمان. أيوة. ابونا رسالتك الميلاديه اللي بتوجهها بختام هذا المحور عبر فضائيه نور الشرق لكل المشاهدين اليوم يلي عم يشوفونا عبر شاشتنا. انا بحكي للمهجرين انه اول شيء راح احكي المهجرين وبعدين احكي رساله عامه على السريع هيك اذا الوقت يلا تفضل. طيب بحكي للمهجرين انه قبلكم القديس يوسف والقديسة مريم العذراء اول شيء تهجروا كمان لاسباب تشبه الاسباب يلي نحن عم نتهجر فيها. نعم. لكنه تحملوا وصمدوا الى ان كفوا رسالتهم. نعم. اليوم بحكي لكل مهجر انه شو ما كانت رسالتك بدك تكفي رسالتك، اذا كنت في بلدك او كنت هون في لبنان بدك تكفي رسالتك وتؤمن انه الهك اله رجاء وإلهك بيعطي وبيفتح آمال جديدة. ممكن إنه في لحظة الرب، وما بحكي مؤمن، ما بحكي ممكن، بحكي أؤمن لأنه قدامي الرب يا ما حول آلام لأفراح، ويا ما حول المصاعب لتعزيات، ويا ما ناس كانوا فاقدين الأمل يسوع يلي بيولد في مثل هذه الأيام أعطاهم رجاء جديد، حول حياتهم بالصلاة، حول حياتهم بالتوجه للرب، غير كل شيء. ما ننسى أنه يسوع اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، الرب تجسد، الإله الحي المبارك تجسد وجال الأرض حتى يكون أمل لإلك في الخلاص وأمل لإلك في حياة جديدة، تمسك بهالأمل وتمسك بأفراحك في الميلاد والرب راح يبارك أيامك الجاية، وأنا بصلي باسم يسوع أنه الرب يفتح أزمنة جديدة وأوقات جديدة وسماوات مفتوحة فوق لبنان لسماع صوت المؤمنين لكل من يصرخ لله طالباً الله أنه يجي بالفرج وأيام تعود بأفراح ومسرات على كل الشعب اللبناني الموجود هون يلي هو دعم لكل الشعوب المضطهدة والتعبانة اللي حواليها. نعم. لأنه اللي جابنا لهون كان هو أنه نعرف أنه إلنا سند في لبنان. اختارينا أن نكون في لبنان مش في بلاد تانية لأنه عرفنا أنه في إلنا سند هون، وأنا بحكي للشعب اللبناني كمان شكراً
كملوا هيك لانه انتم كمان الرب يستخدمكم كرجاء وامل لشعوب اخرى مضطهده. شكرا ابونا ارمين هاكوبيان. كمان خوريه زينه، كلمه منك مجزيه للمشاهدين. بحكي لهم انه ميلاد مجيد وسنه مباركه على كل الموجودين في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي كل انحاء العالم، وانه نفرح كلتنا رغم كل الاشياء بس نفرح بالميلاد، لان ميلاد يسوع شيء عظيم، يعني هو الهنا وهو مخلصنا. نعم، شكرا لك على حضورك، شكرا لصمودكم، ان شاء الله بترجعوا للعراق وهيك بتصيروا تبشرونا من هونيك بهالبشره الحلوه، لانه العراق بحاجه لكم، وهيدي الارض بالنهايه هي ارضنا، ارض المسيحيين يلي ما ممكن نقدر نتخلى عنها. مشاهدينا متوقف نحن وياكم مع بريك، ومن ثم نعود الى متابعه نور جديد.